طبطة. تمام يا شباب، السكرين ظاهرة. اه تمام. تمام. هو في بربط ازاي ما بين البروتوس وما بين البروجكت؟ تمام، بدبل كليك على المايكرو بتاعي، تمام، وادوس على علامة الفايل ديت بروجرام فايل، فانا بروح اجيب الفايل. فانا بروح اجيب الفايل بتاعي، تمام، من البروجرام فايل هنا، فبدوس على العلامة ديت واروح اجيب مكان البروجكت بتاعي. ده مكان البروجكت لو انا عامله باكليبس، عامله باي حاجة، تمام. هفتحه وهفتح ديبوج، تمام. هلاقي عندي فايل دوت الف او فايل دوت هيكس، تمام. الاتنين شغالين معايا، وتقريبا لو انا فاكر يعني البوردة بتاعتنا بتشتغل بالدوت هيكس بس مش قصة يعني. هو عامة الالف هو المشهور اكتر، تمام. فهعمله سيلكت، بعد كده هختار الفريكونس اللي انا شغال بيها. البوردة بتاعتنا فيها انترنال لحد 8 ميجا، تمام، بس هي بتدعم لحد 16. فانا ازاي بستخدمها مع ال 16؟ عن طريق ان انا بوصل اكسترنال كريستال، تمام، على بنات معينة موجودة عندي. البنات ديت اللي هي XTAL1 وXTAL2. طب انا هوصل او لا في البروتوس؟ مش هوصل في البوردة، برضو مش هوصل، لان الكات بتاعتنا جاية فيها الكريستال جاهز، تمام. لكن لو مثلا في حد فيكم جرب ان هو يجيب مايكرو ويقوم جاي موصل حاطه على بريد بورد اي سي او كده، فلا ساعتها لازم هو يوصل. تمام. طب انا ليه اه بظبط تمام الفري؟ نعم. تمام اه طب انا ليه بظبط الفريكوانسي بتاعي هنا على نفس الفريكوانسي اللي موجود عندي في البروجكت؟ لان انا مثلا بعد كده هلاقي نفسي ان انا بستخدم تايمر، فالتايمر ده هو مجرد اللي هو بيعمله ان هو بيفضل يعد عدات، وهو عارف العدة ديت مثلا بتاخد وقت قد ايه، فانت عايزه ان هو يحسب لك مثلا ثانية، فهو عارف ان هو مثلا لو عد سي مثلا 2000 عدة، فال2000 عدة ديت هو عارف ان هي بواحد ثانية، فهو بعد الواحد ثانية ديت هيقوم جاي هيديك انترو، تمام. ده التايمر شغال بالسيكونس ده لحد هنا، تمام. تمام، فلو انت قايل له هنا في اكليبس ان انت شغال ب 8 ميجا، وقايل له هنا ان انت شغال 16، فلا هو بالنسبة له كده الفريكونسي بتاعت الكلوك اللي دخله مختلفة، فده هيسبب لك مشكلة. وبرضه في الفانكشن بتاعت الديلي هنلاقي مثلا ممكن يكون حد عارفها او لا، بس احنا كده كده هنستخدمها، تمام. فانا هنا ظبطت الكلوك فريكونسي، انا عملته اكسترنال وكتبت له الكلوك فريكونسي بتاعتي ب 16، قلت له اوكي، بس خلاص كده انا ربطته، عملت ران الليد دورت، تمام. طب هل لو انا مثلا جيت عدلت حاجة في الفايل عندي، تمام، وجيت عملت بيلد تاني، هل هفتح اربط تاني الفايل اللي موجود عندي اللي انا عملت له بيلد بالبروتس؟ لا، هو خلاص هو بيقرا اخر ابديت، فانت ما عندكش مشكله زي كده. يعني انا لو جيت مثلا عدلت هنا وخليت بورت ايه كله بصفر، فالليد مش هتنور. جيت عملت بيلد، الليد ما نورتش، تمام. في حاجات برضو انا بعرف فيها، هل انا عملت البين ديت انبوت ولا اوتبوت ولا ايه دنيتها مثلا، او انا مطلع عليها قيمة تمام ولا مش مطلع عليها قيمة تمام، ديت ممكن اقول لكم عليها وبعد كده هنكمل، تمام. لو جيت عملت رون، لو مثلا جينا نعمل زوم هنا مثلا كده، هلاقي البنات اللي انا مش عاملها انبوت او اوتبوت هي يعني معمول عليها علامة رمادي هنا اهي، تمام. طب البن مثلا لو كان محطوط عليها واحد سواء داخل او خارج، فهتلاقي ان المربع دوت منور احمر، تمام. لكن لو محطوط عليها صفر سواء انت عاملها انبوت او اوتبوت هتلاقيه منور ازرق.
فانت ممكن تاخد بالك من حاجه زي كده، لان في اوقات بننسى ان احنا نعمل البيم في كونفيجريشنز، فتلاقي مثلا ان انت حاطط الدي دي ار كله مثلا دي دي ار ايه مثلا، حاطه كله بصفار وانت مش واخد بالك ان انت عامله انبوت، وجيت مثلا عملت بورت ايه كله بون، فتلاقي ان البورت ايه اقصد اف اف، هتلاقي ان بورت ايه كله منور، ده المفروض اللي في دماغك، بس هتلاقي كله رمادي. طب كله رمادي ليه؟ عشان انت نسيت تعمل بين كونفيجريشنز. تمام، فهنقفل ده كده. بعد كده هبدأ ان انا زي ما قلت لكم ان انا احاول اطور شوية، ان انا اخلي فيه زرار مثلا ادوس عليه تمام ينور لي الليد. طب ده هعمله ازاي؟ حد يقدر ان هو يشارك معايا؟ هو ازاي ممكن اقول ان while ان انا بدوس على الزرار ده يعني ان هو الليد تنور؟ بإف كونديشن هتشيك ان ال، طب تعالوا نعمله، تعالوا نعمله. تمام، هحط مثلا زرار على بي سي زيرو، تمام، فانا كده هستقبل قيمة عند بي سي زيرو، فعلشان كده لازم اخلي بين رقم بي سي زيرو ديت انبوت عشان استقبل عليها قيمة. تمام، فهنبدأ ان احنا نعمل كده واحدة واحدة. تمام، فهاخد مثلا هنا اوصل الزرار الاول، تمام، واوصله توصيلة عادية ان انا احط في سي سي عليه. تمام، بمجرد ما هو التوصيل اللي انا عاملها ديت غلط، تمام، بس هي هتكفي بالغرض دلوقتي. ليش هشرح لكم الحتة بتاعت البول اب والبول تاون والكلام ده كله، علشان في حاجات جوه هنستخدمها. تمام، فهنا انا مجرد ما انا هدوس على الزرار فالحتة ديت بقت شورت سيركت، فهلاقي ان الباور عدى من هنا لهنا، فالبين ديت هيكون عليها واحد. تمام، فانا كده محتاج ان بي سي زيرو تكون انبوت بالنسبة لي، فهروح اعمل على دي دي ار سي تقريبا او سي اسويه كله بزيرو. تمام، لان انا كده يعتبر بالنسبة لي كله انبوت. تمام، طب هعرف منين ان انا ادوس على الزرار ده؟ مش لما انا ادوس عليه ساعتها هيتحط لي على البن ديت واحد؟ طب هتتحط فين؟ هتتحط جوه الريجستر اللي اسمه بن اهو، فاروح اريد البن دوت واشوف قيمته بكام. والله لو كانت بواحد ساعتها نور لي الليد ديت، لو كانت بصفر لا ما تنوروش. تمام، فاروح هنا اعمل اف كونديشن. تمام، بن سي بيساوي، احنا قلنا ان احنا ننور الليد ديت بس، هندوس يعني احنا شغالين على البن ديت بس، فلو انا دوست على الزرار فساعتها البن ديت بس هي اللي هتكون بون، فساعتها القيمه بتاعت بورت سي بن سي كلها هتكون بون. تمام، فانا اروح اتشيك ان بن سي بون. والله لو كان بون ساعتها خلي لي بورت ايه بين 0 ب 1، إلس لا خلي لي بورت ايه كله بصفر. تمام، فهو هنا ايه اللي هيحصل في الكود ده؟ هو هيروح الاول يخلي بي اي 0 اوت، ويخلي كل دي دي كل بورت سي انبوت. تمام، ويخش جوه الوايل لوب ويفضل شغال جواها، يفضل شغال جواها، يفضل شغال جواها، يوصل لهنا يتشيك لو الزرار كان متداس عليه، يقوم جاي يروح يخلي بورت سي بين زيرو يخليها بون. طب والله لو ما كانش متداس عليه فيخليها بزيرو. حد عنده مشكلة؟ هو ازاي بين سي هيكون كله بواحد؟ مش مفروض اول مش بين كله بس بواحد، اللي هي اول زيرو؟ بين بس بواحد، استنى اكتبه لك باينري اهو. لا الاف كونديشن البن سي اللي هو سي وزيرو بس هي اللي واحد، سي زيرو بس هي اللي واحد. طب امال ايه بن سي ديت؟ مش المفروض نحدد رقم البن ولا ايه بالظبط؟ لا هو انت بص،
انت بتريد ريجستر كامل، مش بتريد بن منه. تمام. شوية هنلاقي ان احنا بنعمل تكنيك اسمه الماسكينج، هنقدر ان احنا نريد البن دي، بن ايه مثلا زيرو او بن ايه 3 او بس الكلام ده شوية مش دلوقتي. تمام، انا هحاول بس افهمك اساسيات ان انت تريد حاجة او ترايد حاجة بس مش اكتر. بعد كده بقى هنبدأ ان احنا طب نخش في الليلة دي. لما يقرا البورت كله، البورت سي كله، فهو هيعرف هي، منين انهي بين هي الواحد؟ ما هو بص، بن مثلا احنا اشتغلنا على بورت سي اهو، تمام، فده تمام الريجستر تمام بتاع بن سي اهو، فهتلاقي ان اول بت خاصة بي سي زيرو، تاني بت خاصة بي سي وان، تالت بت خاصة بي سي ثري بي سي تو، وهكذا يعني لحد البت الأخيرة هي اللي خاصة بي سي سبعة. فاهم قصدي؟ ايوه انا فاهمك، بس انا قصدي ايه مثلا لما دخل واحد على بن زيرو، هيعرف منين ان بن زيرو دخل لها واحد؟ يعني افرض مثلا دخلت زيرو بص، على هو بن اول 3، زيرو على بن 3، ما انت كده كده مش يعني فارق معاك الصفر دلوقتي، هتتشيك على القيمة ان هي موجود عليها زيرو. واحد، قصدي واحد، يعني دخلت واحد قصدي على واحد. بن سي اهو، هو انت هتروح تريد قيمة البن سي، تمام، ماشي، الريجستر هياخد كامل، الثمانية بن. تمام هتاخد التمانية بيتس وتقارن بالبيت اللي انت عايزها لوحدها بس. يعني انت عايز تقارن على تالت واحدة مثلا، نقول ان احنا لو هنقارن على تالت واحدة دي الريجستر كله بصفار، تمام، فانت بتقارن على تالت واحدة بس، الباقي كله انت عايزه لا. فهتيجي عند اول واحدة انت مش فارق معاك، تاني واحدة مش فارق معاك، تالت واحدة هي اللي هتخليها بواحد، تمام. تمام. بس انت كده كده انت مش موصل حاجة، والطريقة اللي انا بكتب بيها دي طريقة متخلفة، انت كده كده مش موصل حاجة هنا، يعني انت جاي في فورت سي انت مش موصل حاجة غير هنا بس، فانت الباقي كله ده بالنسبة لك صفار. فاهمني؟ اوكي ماشي. تمام. الطريقة اللي انا بريد بيها ديت هي طريقة متخلفة، بس بحاول ان انا ابين لك، يعني تحاول ان انت تفهم الدنيا ماشية ازاي، بعد كده هوريك بنريد وبنرايت ازاي. تمام. تمام. اوكي. تمام، رجعنا كل حاجة زي ما كانت. هو دلوقتي هيروح يريد بورت، هيروح يريد بن سي، تمام، لو كان بواحد، تمام، يعني اخر بت ديت اللي منورة، ثانية نفتح بروتوس، يعني اخر بت ديت هي اللي بواحد، ساعتها هينور الليد، غير كده مش هينور. تمام، تعالوا نعمل بيلد، وايدك على طول على كنترول اس، عشان انت لو ما دوستش كنترول اس مثلا وقعدت كتبت كود من الاول ودوست بيلد، هيقولك ان هو مش لاقي باينري فايل او حاجة زي كده. ولو ما دوستش كنترول اس وعدلت في الكود، فهو هياخد على اخر تعديل قبل ما انت تدوس كنترول اس، فانت بعد كل تعديل تعمله تدوس كنترول اس. تمام، فهنيجي نفتح هنا اهو، الليد مش منوره، نورت، شلنا، تمام. حد عنده مشكلة؟ تمام. نكمل ايه تاني؟ ممكن نتكلم شوية عن الحتة بتاعة الماسكينج ديت. تمام، دلوقتي احنا عارفين ان اي رقم ended مع الزيرو يديك كام؟ يديك زيرو. اي رقم or مع الواحد يديك واحد، واي رقم ended مع الواحد يديك الرقم نفسه. حد عنده مشكلة في الكلام ده؟
حاجات لوجيك قديمة. تمام، وأي حاجة إكس أور مع الواحد بالتوجل، بمعنى إن أنا لو كان عندي هنا زيرو فهيطلع لي ون، لو كان عندي هنا ون فهيطلع لي زيرو. حد هنا تمام؟ تمام. تمام. طب انا ازاي بقى مثلا هستخدم الكلام ده؟ انا هستخدمه في حاجه اسمها الماسكينج. ايه الماسكينج ديت؟ ده انا بستخدمها علشان لو انا عايز اجيب بت واحده من الريجستر، انا عندي ريجستر 8 بت، انا عايز اجيب بت واحده منه، او ان انا عايز اخلي بت واحده منه بواحد، او اخليها بصفر بت معينه يعني، او اعمل لها توجل. تمام. طب ده بيتم ازاي؟ باستخدام الشيفتنج. طب شيفتنج ازاي؟ تعالوا ناخدها واحدة واحدة. لو جينا مثلا عندنا ريجستر متخزن فيه 1010 و1010، تمام، انا عايز اجيب البت ديت بس، هتشيك عليها بس. طب ده هعمله ازاي؟ عن طريق ان انا هاند الرقم دوت كله مع اصفار. تمام، واجي عند البت ديت بس اخليها بواحد. لحد هنا عنده مشكلة؟ شال الحتة دي الصعبة، فهلاقي ان الاوتبوت طلع عندي كله بصفار ما عدا البت ديت هتكون بواحد. تمام. طب انا عايز اريد ديت بس، انا عايز اقارنها بحاجة، فهل انا عارف مثلا رقم البت فكل شويه اقعد اقارنها ب 0 بي 0 0 0 0 وما اعرفش كام 1 0؟ لا، فانا عايز اخلي البت ديت مثلا تيجي على الشمال، ان على اليمين، ان هي تكون موجوده في اول اول انا مرفين اهو، ان هي تكون موجوده في اول بت واقارنها مع الواحد. طب ده اعمله ازاي؟ عن طريق الشيفتنج. هشيفت الرقم يمين، فانا اعمل له شيفت ليفت ب 1 اللي هو رقم البت دوت، هلاقي ان البت ديت بقت هنا، ساعتها هقدر اقارنها مع الواحد. تمام. فانا لو عايز اجيب بت بعمل الرقم كله اندت مع صفار ما عدا البت ديت، تمام، وبعد كده اعمل له شيفت برقم البت، شيفت ليه رايت برقم البت. في طرق تانية كتيرة قوي، بس ديت يعني اسهل طريقة في ككتابة كود يعني. فنيجي نقول مثلا ان انا عايز اتشيك على بين ايه، عايز اتشيك على بي ايه 3. تمام، دي رقمها بالنسبة لي ايه 3، فهعمل ايه؟ هقوم جاي عامل بين ايه اندد مع واحد، هشفته شمال برقم البت، يعني انا الواحد كان موجود عندي هنا، انا عايز اشفته هنا لحد 3، فشفته 3 شمال ب 3، فهيبقى 1 شيفت ليفت 3. تمام، وبعد كده اخد الرقم ده كله اشفته يمين ب 3 بس. حد عنده مشكلة في دي؟ عزت، هو احنا ليه شفتنا يمين معلش في الاخر تاني؟ انا عايز اخليها، بصي انا ممكن اشفت شمال يمين زي ما انا عملت كده، او اقارنها بالرقم ده من غير ما اعمل شيفت. تمام، ده بيسموه الماسك.
تمام؟ فإما شفتها يمين بتلاتة يا إما قارن بالماسك. طب هشفت يمين ليه؟ لأن أنا عايز أثبت إن أنا قارن على طول مع الواحد، تمام؟ فأنا لما جيت مثلا هنا إحنا قلنا إن إحنا هنتكلم على بين إيه بيت رقم تلاتة، فدي هي مثلا 3 أصفار، وهنا دول كانوا ب4 وحايد، ماشي؟ فأنا عايز أتشيك دي بيت زيرو، دي بيت وان، دي بيت تو، دي بيت ثري، أنا عايز أتشيك على دي، تمام؟ فعملت لها اندد مع كله بصفار ما عدا الحته ديت، تمام؟ لما نزلت ما قلتوش من ساعتها ما قررتهاش فطلع لان لي مش الناتج مهم. كده. انا عايز اتشيك على الواحد، يعني عايز اتشيك ان الرقم ده بيساوي واحد، عارفه ده لما لولا شويه العسل اللي تمام؟ ماما كانت عملت ده كان بيديني عسل ابيض بس كده. طب ده هعمله ازاي؟ هشفت الرقم ده يمين هنا بعدد البتات علشان اخلي لو البت ديت كانت بواحد فساعتها هنا هيكون عندي واحد، لو البت ديت كانت بصفر فساعتها هنا هيكون عندي صفر، وقارنه مع الواحد، تمام؟ تمام ماشي. اعيدها تاني ولا تمام؟ لا لا فهمت تمام. تمام. ما انا هنا وانا ممكن ما اعملش الشيفت رايت دوت واقارن بالماسك، لان لو تلاحظوا نفس الرقم ده هو اللي طلع هنا، بس لا يعني الافضل ان احنا نشفته خلاص، تمام؟ وممكن في ال لو انا بتعامل على الاف كونديشن مش هحتاج اشفت، وهوريكم ليه لما نيجي ناحيتها. يعني نحاول ان احنا نطبق بمثال. نقول مثلا ان بين ايه كانت بتساوي زيرو 3 0 1 1 0 1 1، تمام؟ انا عايز اتشيك على البت ديت، فهعمل ايه؟ البت ديت موجودة فين؟ هنا 0 1 وادي 2، فهاخد بين ايه اعمل له شيفت ليفت ب2، لا سوري ده الواحد شيفت ليفت ب2، تمام؟ واعمل له اندد مع بين ايه، فانا كده جبت واحد شفته هنا بقى موجود هنا، عملت اند كانت ديت بصفر فهيطلع لي الاوتبوت كله بصفار، كانت ديت بواحد هيطلع لي الاوتبوت كله بصفار بعد الحته دي، فهتشيك اقوم جاي مشفتها يمين برقم البت اللي هو 2 وقارن اذا كانت بتساوي واحد ولا لا. فتعالوا نجرب كده نشوف السطر ده بيعمل ايه، تمام؟ فانا عندي بين ايه اهوت 1 0 1 1، جبت واحد كان موجود هنا هشفته ب2، فما بقاش كده بقى 0 0 1 0 0 0 0، تمام؟ بعد كده هعمل له اند مع البن، فجينا هنعمل اند 0 مع 0 0 مع 0 0 مع 0 1 مع 0، فكله هيطلع معايا بصفار عادي، تمام؟ ما عدا البت ديت هو اللي هيتشك عليه، لا موجودة هنا بزيرو، هيلاقي ان الاوتبوت هيطلع له زيرو، تمام؟ بعد كده هشفتها رايت ب2 عشان اعرف اجيب البت ديت ان هي تكون موجوده في اول بت، فهشفتها رايت ب2 فهيكون ده منظرها كله صفار، لان لما شفت رايت بيدخل لي صفر. وبعد ما كان حد عنده مشكله طب تمام، انا عملت ده كله ليه بقى؟ عشان اتشيك اذا كانت البت دي بواحد ولا لا. بواحد ولا لا؟ طب انا استفدت ايه برضو؟ ايه التطبيق اللي انا هعمله يعني؟ ان انت مثلا بدل ما كنا هنيجي هنتشيك هنا مثلا ان بين سي بيساوي كذا، فلا فهقوم جاي اعملها بالطريقة اللي انا عملتها ديت، فانا كده بجيب البت ديت بس، تمام؟ افرض مثلا نقول هنا انا جيت هنا مثلا هنا انا عملت تشيك ان اخر بين بس هي اللي بواحد،
وانا كنت موصل حاجة هنا مدخلها لي واحد اهو، نجيب باور اهوت. استنى البرنامج شغال، معلش نوصل هنا واحد اهو. انا عايز اتشيك على ديت بس، فلو جيت شغلت البرنامج مهما دوس على الزرار مش هيحصل حاجة. ليه؟ لان الرقم ده عندك بقى موجود بالشكل ده، بقى موجود كده 0000. انا موصل على بي سي كام؟ على بي سي 3 1 0 0 1. ده في اللحظة اللي انا بدوس بيها على الزرار. وانت بتتشيك هنا على كام؟ انت بتتشيك على ديت، فالرقم ده بيساوي ده. لأ انت فاهم، انت في الحالة ديت عايز تشيك على بي سي 0. انت مالك بقى بالباقي؟ الباقي ممكن يحصل عنده تغييرات، ممكن يحصل اي حاجة، لا انت مالكش دعوة بيها وبتعزل نفسك عنها. فهمت قصدي؟ اه تمام. تمام. بس انا ممكن ما اعملش حركة الشيفت رايت ديت. ليه؟ تعال نشوف. تمام. انت عندك الاف كونديشنال بتبقى فولس امتى وبترو امتى؟ بتبقى فولس لو ناتج الكونديشن بتاعك كان بزيرو، وبتكون بترو لو ناتج الكونديشن بتاعك ما كانش بزيرو. تمام. يعني لو جينا مثلا عشان نشتغلها سي، تمام، جيت عملت هنا include standard.out.h انت مين؟ انا هشتغل هنا سي، بس هي هي يعني مش هتفرق في السي بلس بلس، نفس القصة. تمام. وقلت اف مثلا 5 يعمل لي برنت اف هلو. جيت عملت بيلد للبرنامج ده وعملت رن. بص حبيبتي، علشان الباب ده ما ينفعش طبعا لي هلو عادي. تمام. طب جيت حطيت زيرو، ما طبعش حاجة. تمام. فعندي الاف كونديشن لو كان جواها اي رقم غير الزيرو فهي بالنسبه لها ترو. تمام. فعلشان كده انا مش هحتاج اشفت، يعني حركه الشيفت اهو، حركه الشيفت اللي انا عملتها هنا ديت مش محتاجها، لان لو البيت ديت ما كانتش بزيرو كانت بون، فالرقم اكيد مش هيطلع معايا بزيرو، فبالتالي الاف كونديشن هتتنفذ. حد فاهم؟ اه وصلت. تمام. فانا مش هحتاج ان انا اعمل حركة الشيفت. فبعد كده لو انا عايز اتشيك على بين مثلا موجودة جوه الريجستر هعمل ايه؟ مجرد ان انا هقول بين ايه مثلا، عايز اتشيك على بين ايه، بين رقم 3. تمام. بي اي ام اي. تمام. البين رقم 3، فمجرد ان انا هعمل له اندد مع 1 شيفت ليفت البيت رقم 3 بس. تمام. تمام. انا كنت كاتب ورق بالكلام ده كله هبعته لكم، يعني بالجي بي اي او بالليله دي كلها. تمام. احنا عملنا الاول الحته بتاعت ان انا عايز اريد بت. تمام. طب انا لو عايز مثلا ان انا اخلي بيت معينه في ريجستر تكون بون. تمام. يعني انا كل شويه عمال اغير في بورت سي مثلا،
وانا عايز اخلي ان البيت ايه مثلا، البيت رقم 3 فيه اخليها بون من غير ما اغير في البورت كله. فهل هقعد اكتب البورت كله من اول وجديد واغير البيت ديت؟ طبعا لا. وفي اوقات انا مش هكون عارف القيم اللي موجوده جوه البورت، يعني هنبدأ ان احنا نستخدم ريجسترز تانية انا مش عارف القيم اللي موجودة جواها، تمام؟ فالافضل ان انا اغير قيمة البت ديت بس، اخليها بواحد هي بس. طب ده ازاي؟ نقول مثلا بورت سي عندي كان باربع اصفار وهنا واحد مثلا، انا عايز البت رقم 3 ديت اخليها بواحد. طب ده هعمله ازاي؟ عن طريق ان انا هعمل لها اور مع الرقم ده كله بصفار ما عدا البت ديت. تعالى ننفذ العملية ديت، فنلاقي ان الواحد ده بعمل له اور مع الصفر فينزل زي ما هو، الصفر مع الصفر فينزل زي ما هو، الصفر مع الصفر هينزل زي ما هو. طب البت اللي انا عايز اغيرها انا بعمل لها اور مع الواحد فهتنزل واحد، تمام؟ دي بواحد يا جماعة، معلش، فهتنزل بواحد. فتلاقي ان البت ديت بس هي اللي هتتغير. طب لو كانت بواحد ما هتنزل بواحد برضه، لان اي حاجة اور مع الواحد فهتنزل زي ما هي، واي حاجة اور مع ال اور مع ال اور مع الواحد هتنزل بواحد، واي حاجة اور مع الزيرو هتنزل زي ما هي، تمام؟ طب ازاي ان انا هجيب الرقم دوت؟ حد عنده فكرة؟ تمام، هحاول اقولها لكم. طب ده هعمله ازاي؟ عن طريق ان انا هجيب واحد، تمام، وهشفته ليفت بالمكان ده، انا عايز احطه في المكان ده، فانا هجيب واحد هحطه هنا وهشفته ليفت مرة، شفته ليفت تاني، شفته ليفت تالت لحد ما اوصل لرقم البت. فمن الاخر بعمل واحد شيفت ليفت برقم البت. انا هنا عايز اشفت عايز اخلي البت رقم 3 هي اللي بواحد، فساعتها هعمل الواحد شيفت ليفت التلاتة. عايز اخلي البيت رقم 4 فهيبقى واحد شيفت ليفت ب4، تمام؟ فانا كده جبت ديت. فعلشان ان انا اعمل البيت مثلا ديت بس في بورت سي تكون بواحد، فعادي هقول ان بورت سي بيساوي احط جواه بورت سي اور مع الرقم اللي انا لسه جايبه دلوقتي، تمام، اللي هو واحد شيفت ليفت برقم البت اللي هو 3. كده انا عملت ست للبت رقم 3، تمام. عايز اعمل البت رقم 4 نفس القصة، عايز اعمل البت رقم 5 نفس القصة، تمام. حد عنده مشكلة في دي؟ انت يعني عملت الموضوع ده كله عشان تحول بيت من عشان صفر احول بيت، لواحد؟ احول بيت من صفر لواحد، او لو كان بواحد اخليها بواحد. اه اوكي يعني تمام. بص انا هوريك حاجة، يعني ليه انا عمال اعمل الموضوع ده. لو جينا مثلا فتحنا اهوت، ده مثلا ده تشييت بتاع التايمر، نبدأ ان احنا نستخدمه ونشغله. فتلاقي ان دولت معمولين بلون ابيض ودولت معمولين بلون رمادي. لون رمادي ده يعني البتات ديت مش تبعك انت، ما تستخدمهاش، تمام. فانا عايز اسيت البت ديت، انا مش عارف القيم اللي موجود هنا كله، يعني انا عايز اخلي ديت بواحد، انا معرفش القيم بتاعت كل ده، تمام. ومن غيرها البريفرال بتاعي مش هيشتغل، فعلشان كده لازم اسيت البت ديت لوحدها بس من غير ما اعرف بقى القيم. فبتتعمل بالطريقه ديت، وديت اسهل طريقه، انا دورت كتير، دي اسهل طريقه موجوده واكتر طريقه مشهوره واكتر طريقه بيشتغلوا بيها، تمام. التوجل هتكون نفس القصه، يعني هو ان انا عايز اتوجل البت فهتكون نفس القصه، هعمل لها نفس الكلام ده كله، ان انا هاخد
هاخد واحد هشفته ليفت برقم البت واعمل له اكس اور مع الرقم، ساعتها هو هيتوجل لان هتكون ديت بس هي اللي بواحد والباقي كله بصفار. فلو ديت كانت بزيرو، زيرو اكس اور مع الواحد بواحد، طب واحد اكس اور مع الواحد بزيرو، فهتلاقي البت بتتعكس. انا لو جينا نجربها هنا مثلا، بورت سي بيساوي مثلا 2 3 4 1 0 1 1 تمام، وانا عايز اتوجل البت ديت مثلا بس تمام، فهجيب واحد واشفته ليفت برقم البت واعمله اكس اور مع بورت سي تمام، فهتلاقي الناتج طلع ايه، واحد اكس اور مع الزيرو هينزل زي ما هو، واحد اكس اور مع الزيرو هينزل زي ما هو، زيرو اكس اور مع الزيرو هتنزل زيرو اللي هي هي، لكن واحد اكس اور مع الواحد تنزل بزيرو. فشفت هي كانت بواحد بقت بصفر تمام، والباقي هينزل بصفار. فاللي انا عملته ان انا قلت ان بورت سي بيساوي بورت سي اكس اور، دي علامة الاكس اور تمام، مع واحد شيفت ليفت برقم البت بتاعتي بس. ده لو انا عايز اعمل توجل، حد عنده مشكلة؟ تمام، خلصنا التوجل، فاضل لنا بس ان احنا نعمل كلير للبت. طب يعني ايه كلير؟ ان انا مثلا عايز اخلي البت ديت بدل ما هي بواحد اخليها بصفر، وديت اخليها بصفر مثلا، يعني انا عايز اخلي البت احولها من واحد لصفر، او لو بصفر اسيبها زي ما هي، يعني من الاخر اخلي قيمة البت ديت بصفر. طب ديت هعملها ازاي؟ هو الميتنج هيقفل يا شباب، هقفله واعمل ميتنج جديد.